بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا نتكلم نكمل كده باقي الحاجات اللي في قائمة دايمنشن. اتكلمنا لحد دايمنشن بريك، دي خلاص عرفناها. المالتي ليدر التولرانس دي احيانا ببقى عايز اعمل جدول، الجدول مكتوب فيه بعض الارشادات معينة، ان انا عايز اقوله مثلا زي كده، اقول له هنا الرمز مثلا، اختار مثلا اي حاجة، فهنا انا هكتب له اي حاجة، هنا مثلا هكتب له 2 4، وهنا هكتب له الوحدة متر مثلا اهي، هنا هكتب له فاي اهي، دي كده اهي، اكتب له اس اهي، وهكذا. نقول له اوكي، بيظهر لي جدول صغير كده فيه الحاجات اللي انا كتبتها، السماحيات بتاعتي، ارشادات معينة انا التولرانس بتاعتي، ده انا مش فاهم فيها قوي عشان هي مش خاصة بمدني او اول مرة استخدمها، ما استخدمتهاش كتير. تعالوا نشوف حاجة تانية. هنا مثلا، هنا دي بتبقى فايدتها ايه؟ مثلا لما اقول له السماحيات بتاعتي 2 سنتي في كذا، او 4 سنتي في كذا، دي حاجة خاصة بتوع ميكانيكا شوية. تعال نشوف الدايمنشن ونشوف حاجة تانية. لو انت عندك السنتر مارك ده، لو انت عندك دايرة اهي، بقول له ظهر لي السنتر مارك بتاعه في الدايمنشن اهو، سنتر مارك، يقول لي علم السيركل اللي انت عايز تظهر لها السنتر مارك، ادي السنتر مارك بتاع الدايرة اهو، ودي حاجة بيتعمل لها موف عادي خالص. ماشي، نقفل البروبرتيز دي، حاجة بيتعمل لها موف عادي خالص اهو، هو بيرسمها لك اهي. تمام، ده بالنسبة للسنتر ماركت. تعالوا نشوف حاجة تانية. هو بيقول لي هنا الانسبكشن دي معناها ايه؟ هقول لك دلوقتي معناها ايه. الاول بيقول لي سيلكت دايمنشن، ايوه اهي، اروح مثلا اختار وليكن الدايمنشن ده اهو، هنشوف هو بيعمل ايه هنا. خليكم معايا، هقول له هنا ما تيجوا بس كده نشوف، نقول له اوكي ونشوف هو عمل ايه. كتب الدايمنشن بتاعي وجنبه تمييز، يبقى هو كتب الدايمنشن وجنبه تمييز، كام في المية، 2%، 3%، المهم. وممكن تغير الشكل ده بتاع الانسبكشن ده، تقول له يس اهو، تخليه بالشكل ده اهو، اسف، نقول له اهو، وسيلكت تاني، نقول له ده، نقول له اوكي. هو مش عارف هو متغيرش ليه. تمام، نخش اهي، اتغير اهو. نخش نجيب الامر تاني، ممكن نشيله خالص ونقول له سيلكت، ونقول له اوكي، متغيرش برضو. نروح هنا كده، نطلع خالص، نجيب الامر من بره اهو، انسبكشن، نقول له نان، ونختار اهو، بعدين نرجع نقول له نان تاني. الامر ده محدش مهتم بيه خالص، شاله اهو. ممكن نعمل حركة ظريفة تاني، احنا نروح نعلم الاول على عشان ما يقعدش يقول لي نرجعه، وبعدين ممكن هنا كده نشيل كلمة الكلمة دي، ونقول له مثلا اهي حرف الميم اهو، او ممكن نروح نعيد الامر، اختار ونقول له هنا كده ليبلز، اكتب له حرف الميم، ونلغي ده، ونقول له اوكي اهو، كتب لك حرف الميم اهو اللي هو متر يعني. يبقى ده الانسبكشن اللي قلت لحضراتكم عليه. تعالوا نشوف حاجة تانية غير الانسبكشن ده. ده الجادج لينير اهو، بيعمل حاجة كده في الخط اهو،
ما اعرفش دي فايدتها ايه، بس كنت بشوفها في الرسومات وانا في الكلية. الخط ده غالبا بيبقى بيدل على قطع او حاجة زي كده، هو بيدل على قطع لو كان خط، بس لو كان دايمنشن ما اعرفش والله هو قصده بيها ايه. غالبا كنا بناخده في الرسم الري بتاع تانية مدني. نخش في دايمنشن تاني كده. ايه تاني ممكن نتكلم عليه؟ الالاين تيكست ده. الالاين تيكست ده بيقول لك انا بظبط لك مكان التيكست في المكان اللي انت عايزه كده اهو، هو كده ظبطه لك في الهوم بتاعه. لو عدناها تانية، لو عدناها تاني مرة، نقول له دايمنشن اهو، نقول له مثلا ليفت، جابوه لك ناحية الليفت. لو عيدناه ونقول له رايت ونعلم، يقول لك رايت. في حاجة احسن من كده ان احنا نعلم عليها كده وندوس ونتحرك بالخط زي ما احنا عايزين اهي، نتحرك بيه زي ما احنا عايزين كده اهو، ونظبط المكان، الحاجة في المكان اللي احنا عايزينه ده. انا شايف ان هي تبقى اسهل بكتير. تمام كده. نشوف حاجة تانية. حاجة تانية طبعا الدايمنشن ستايل اتكلمنا عليها. حاجة تانية مهمة جدا كنت عايز اتكلم عليها، لو انت مثلا عندك اللهم صل على النبي التكست دي كده ما كانتش ما كانت مرسومة بدايمنشن ستايل تاني، وهي مرسومة دلوقتي بدايمنشن ستايل اسمه وليد اهو اللي احنا كنا عاملينه، انا هخليها الدايمنشن ستايل ستاندر اهو. وانا افترضت ان انا كنت راسم اللوحة كلها بدايمنشن ستايل الستاندرد ده، فانا جيت خلاص رجعت في رأيي وعملت دايمنشن ستايل لذيذ كده وجميل وبالشكل ده، بس عايز اخلي كل الدايمنشن اللي في اللوحة بالدايمنشن ستايل ده. ممكن تروح تعلم عليهم بعد ما تعمل لهم لير ايزوليت، يعني تروح تعمل لهم ضفاين على اساس انه دايمنشن ستايل. اول حاجه في الحته دي انت لازم تخلي الدايمنشن ستايل اللي انت عايز تغير ليه تخليه سيت كارنت وليد ده مثلا، هو دلوقتي سيت كارنت اهو، تروح تقول له هنا في الدايمنشن دي ابديت ابديت. هيعمل لك ابديت لكل هيعمل لك ابديت للدايمنشن اللي انت هتختارها له، يحولها لك من الدايمنشن ستايل اللي عليها للدايمنشن ستايل اللي هي سيت كارنت. يعني هي دلوقتي على دايمنشن ستايل ايه اسمه ستاندر، والدايمنشن ستايل الكرنت الحاليه اللي شغاله اسمها وليد. احنا ممكن بقى نروح هنا كده نقول له اسف، نروح هنا كده نقول له ابديت، وبعدين نعلم له على الحاجه اللي احنا عايزين نحولها للكرنت اهي، ونقول له انتر، يحولها لك يعدلها لك يخليها لك دايمنشن ستايل، يعدلها لك الدايمنشن ستايل اللي شغال حاليا دلوقتي. دي كانت نهاية قائمة دايمنشن. ان شاء الله المحاضرة الجاية هناخد زي ما وعدتكم قبل كده من كام حلقة ان احنا هناخد امر اوفست بشكل جديد. فيه حاجة كده كنت عايز اشرحها بس كنت مستني ان انا اقول لكم على اللايرز، شرح اللايرز وشرح الدايمنشن. تابعوني وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.